أن مشاهدينا معنا عبر الهاتف عضو مجلس كركوك الست نجاة حسين. أهلا بك ست نجاة، يعني بالبداية كيف ترين تنصيب راكان الجبوري محافظا بالوكالة إلى كركوك؟ هل اجتمع المجلس لبحث تطورات المحافظة؟ نعم، سلام عليكم. أولا تصحيح، أنا حسين نجاة حسين حسن عضو مجلس محافظة كركوك. عذرا لهذه لهذا الغلط. أنا هذا الاسم سببت لي مشكلة، اسم نجاة، فعذرا. فإحنا صباح الباقي الساعة 8 تقريبا حضرنا في محافظة كركوك واجتمعنا مع محافظ كركوك وكالة الأستاذ راكان سعيد نائب المحافظ سابقا، اجتمعنا معه وتم التداول والبحث. كركوك السيد نجاة حسين، شكرا جزيلا لك.